من جانبها أكدت السيدة عهدية أحمد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أن ما تقوم به السلطات القطرية من انتهاكات ضد بحارة البحرين هو أمر مرفوض وغير قانوني. ما تقوم به السلطات القطرية غير مقبولة، هذه انتهاكات قسرية للبحارة اللي يترزقون في هذه المياه، وإحنا دولة نؤمن بالقانون ونؤمن بتطبيق القانون، ولكن أن سجن البحارة دون تطبيق القانون يعتبر انتهاك. واللي حصل في السنوات الأخيرة يعني حصلت الكثير من هذه الانتهاكات. اليوم أنا كمواطنة وكصحفية أفتخر طبعا أن صحافتنا متبنية هذا الملف، وراح نستمر في تبني هذا الملف. هؤلاء اللي يطلعون في البحر وصيادين غير إرهابيين، هؤلاء يترزقون في هذا البحر، هؤلاء مواطنين بحرينيين دولة شقيقة، فما يحصل لهم مرفوض جدا. أعتقد أن أنا متأثرة جدا كمواطنة بحرينية، لأن كنت حابة فعلا من أعماق قلبي أن أشوف حسن نوايا من السلطات القطرية، وأتمنى أن هذه الانتهاكات توقف.